احلى من الزواج استقرار حب وحنان، ما بلا مشاكل لا عركات وكلاوات كلش امان. تعيش احلى قصة حب وسلام واحترام وانسجام، بيها تحس بنفسك مثل الطير وطاير فوق بين الحمام. وتالي تنصدم بواقع مو سهل، تعض صوان دم مع العالة القبيل. اي مرتك مشكلت الجنة تخبلت، اي راحت جم اخوك كل ساعة اشتكت. حسبالي التقاعد يغير هذا حالي، بتاليها انا اطبخ واغسل بالسوالي. كل شي تهموني على اي شغلة يلوموني، شوية تنفس خلوني مو مليت من البيت. لازم ما اطلع ما اتسوق واتبضع، بالبيت اقعد واتربع نوبة ما كنت ارنيت. والله اني وردة وعاجبني برا اتغدى، ما اصرف بس الفردة بس خل اطلع يا ناس. بالمنصورة اسهر وبالكرادة شوي نفتر، والفرحة كلش تكبر لو نمشي بابو نواس. كلتني بيدها مثل شيء يا بعد قلب قلبك فدوى لقلبك حياتي يا نظر عين. يا باللقمه اللي تنطيها تقول عبالك عسل عسل شنو يا نحولتي؟ فدوى لقلبك نحولي انت. يا نحولي ونحولي يا ابي خشي القى امه بفلام كرتون هذا الدلبورك ولا القى امه. اي خطا يظل يدور 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 وما لقاها. اقول لك قولي لي سل عمي خو ما تخاف من الزنابيل؟ لا مو تذكرتيني بالانضباطيه ودفتر الخدمه ناشي بالبيت ثاني من الباب. خو ما يسوون لنا مشكله؟ لا عيل ام الانضباطيه ما يصلون هي اماكن، يوصلون باب الشرجي للنهضه للعلاوي. زين اقول لك اسال سؤال قبل لا تعطيني هاي الرقمه. اذا كبرنا وعجزنا وطلعت تقاعد تدري يعني تبقين يعني تستمرين توكليني بيدك؟ للموت حياتي لو اعرف اقص من خدودي واوكلك يا روحي انت. اويل على امي وام ابوي. طوط 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 هذا القطار. يراقلنا دجاج ونص بعض. اقول لك انا جوعان تمين مرق؟ ماكو. تقومي خبزه طماطيه جيبي تقومي. ماكو. فلازم عمي صبي لنا شاي قومي. هم ماكو. قولي لي عاد هاي مسبع عيون المن وخليتها شويه بالخلفوني. اي ابا للموت حياتي اقطع من خدودي واكلك يا رويحتي مصيبه. اخذ عليها ابني حديثة واكسر خشمها. اسمعك اسمعك. ليش انا خايف منك؟ ها اشتغلت؟ ما تعرفين امك؟ طبعا اشتغلت.
تعالي عيني ديما فرحي، مو بابا راح يتزوج. شنو؟ يابا إذا صدق إلا أطردها من البيت. يما فدوى البنياتي حبيباتي ديماتي، تدافع على أمها حبيبتها. بابا صدق هذا الحكي؟ بابا الشرع محل الآن إيش علي؟ وأنتوا عايفين الشرع كله ومكلبين بس بهاي؟ قصدك؟ قصدي أنت تريد تزوج ماما وتحكي هيكي. والله بابا الزوجة اللي تعب زوجها لازم ينكسر خشمها مرة. تحلم تحلم تكسر خشم سلوم. الأيام بيننا يا رجاء سهلة سهلة، شوفين أبوك إيش راح يسوي. سهلة. ثول حتى ثول، لك أنت ما تشوف. العفو عمو. يطيح الضبوك على هيك تربية أنا موسز. تفضل، أبوي دائما يقول لي روح البيت عمك شوفه. هاي تالي إيه؟ تعال خالة تعال عيوني حبيب قلبي أقعد، اليوم عمك شايش علينا فد مرة. روح أبوي إذا ما سويته فلا عني سالم ابن كروم وعبو البريمزات. وما سويها عيني منو اللي لازمك؟ أسويها وهسه تشوفينه إلا بنية ما عبر الثلاثين. عمو العدان شو الزوج من الحضانة؟ لا عاب حلقك خالة. قز القرد شنو لك؟ تتلاسلوا يعني؟ عفو عمو مو قصدي. يصير خير رجاء إلا ما أدقك فلا أني أبوك يا ديمة. بس عمد الزوج هاي شلون بلوة؟ ولعلمك أتزوجها وأجيبها هنا بالبيت وأقعدها قبالك وأسويها ملكة والكل اللي بالبيت يخدموها. اي هاي عيني غير إذا كان بيتك وتتقلب بي وتتشيرم يا حظي. هيك صارت سهلة، لا عاد إلا أجر لها بيت ركون 300 لا 350. دي شوفي بالله شلون راح تجاوبيني بعد؟ هسه تلقاها ألقى وخل تقبل بيك، وذاك الوقت عمي كل إحنا نخدمها. سهلة ألقاها وشوفي. لعلمك بالخنصل هذا ما أدري البنصل وين هو. البابا تتعرف هاي الأمور. خنصل من البنصل منو؟ هذا الخنصل. هذا الخنصل، خنصل واحد بس هيك عشر صبايا جن كله نقدر عليه. شوفي وانا اقول علي من طالع همبرج. قلت يا ولد. لا لا العفو عمو مو قصدي، بس انا كنت تقصد يعني اكو هواي بنات يحبن هيجي عمر يعني 50 جاد. لك يا ابا اني مو 50، لك انا قبل اسبوع كان عيد ميلادي 45، بس قلت ما اريد اقول لهم خاف يجيبوا لي كيك ودباق ويصير لويسه بالبيت. يا عمي عم صح اني طابق على ال 50. يا ابا 50 هسه عود اخذ لي 30 جاد. ايش مدرينا هي صايره زلم لو تخوف. تدري عمو اذا انتم قرفتوا. قرفتي شنو يا ولد؟ لا العفو عمو، يعني لا سامح الله لا سامح الله اذا انتم توكلتوا. توكلتوا تدري احنا نتهوتل. نتهوتل شنو ابني؟ يعني ما راح نلقى لنا رداد. قول لي شلون؟ شلون؟ انديح وروح ابوك وروح ابوي، لانه راح نطب بكيفنا ونطلع بكيفنا، لا حد يقول وين رايحين وين جايين. وابهاتنا من الصبح لليل بالشغل، اما امهاتنا من الصبح لليل وين؟ انا اقول لك وين؟ مخلصاتها يا توصيل يا ديليفري، يعني ما ان لا ردات ولا صدات الا اللهم مرات مرات يوقفون السيطرات. بالحالتين احنا تايهين، والخير ما بينا يخلص كليه وياخذ له بسطيه سرق فليه. هذا شو يسموه قنبوري. قنبوري شنو يا ولد؟ قنبوري يعني معلق مفول للسماء. تدري اذا قنبرك بدفر على بطنك وطلع لك قنبوره على ظهرك اكو واحد يلومني؟ لك وين نسيتني موضوع 300؟ أنا جنب بيت الثلاثينية. إيه احكي بعدين يصير إلا طم البكي. أنا أبكي؟ نعم وتبكين دم بعد من يشوفني قاعد بالكوشة. كوشة بعد؟ طبعاً، وطق الدشداشة الزبدة والعباية تشاسبي والحذاء الروغان. عمو بعد الروغان وكس كتلة يسمعك. أويلة على أبويا والعروس اللي حديثة وبدلتها البيضة ووجدها الأبيض والشعر الأشقر الطويل، وأني إذا مو شعر أشقر طويل ولا أريده ولا أحبه. إيه وبعد؟ ولعلم الشهر العسل إلا بأذربيجان. جنب بيته للبيتنجان. صنفي على راحتك يصير خير رجاوي. الله يساعدك سالم. منين تجي للمساعدة؟ ومرت أخوك خان قسم علي؟ أني؟ بعد علي؟ جاسم بارك لأخوك. يا الله زيادة المتقاعدين؟ لا رح يتزوج. على شون حكي؟ وين يلقى بالدنيا كلها مثلك؟ لا ألقى ومكومات. أنا ما أريد أحكي من أمشي بالشارع إيش قد أتعرض للملاحقات وللتحرشات. جنبيتك يا حسين فهمي.
حقيش ما تصدقين ده طلع فد يوم وياي وشوف الارقام اللي تنشمر علي تقولين حلو شوف القراقيع يا ربي اللي اكسر خشمك واخر عليك ثلاثينية جادة هاي عرفناها وشقراء وشعرها طويل وحافية القدمين والحفلة اسويها بنادي الاقتصاديين كوني احد الاقتصاديين المرموقين لان اني احد المتقاعدين في البنك المركزي العراقي خوش ولا جيب كيض سهل يغني بعرشي عمو لهنا وكافي ترى تقنبرت علي تقنبر قنبرت ليش يا ولد عمو انت تعرف الحفله مال كاظم الساهر بيش لا حفله كاظم غالي شنو السالفه بيش تصير ب 500 دولار ب 500 دولار ايش دعوه هالبذخ هذا يا اخوي حتى تعرف رجام اني اريد ابذخ ابذخ ما دام انت فاتح الدخل فد مره جيب اليسه بدربك اجيب اليسه وايش قد تطلب 300 دولار هم 300 دولار هو عرس مفتوح بعد شريط عنده ما اعتقد اليسه تجيب 300 ما اعطيها 300 اعطيها 400 يا ولا اسويها عرس من العمر زين شو تقول له والله اجيب حتى بتعجرم وهم اعطيها 400 وهي فاتحه وخسرانه عمو على حسب محمد السان بيغني ببلاش واحتمال نور زين هو يعطينا فلوس بقى بس عمرو الذياب خاف بنجيبه ويزعل شنو انت بس سلوم فدوه اروح لك ما تجوزوا من هاي القوانة كل ما تعارك انت ورجاء وجيب الطار الزواج دفوكونا عاد تعبتونا بيها واتشكوا عليك انت موظف وزوجتك موظفة مو مثل حظي بعد نبعث شباب وطلعوني تقاعد ورحت قبل قابلت رجاء اللي خانق امه وابويه ايه هاي شنو فواكه؟ لا لا شنو؟ شغلة خاصة خاصة؟ خوف اليوم فكر بأخوك جيب له شغلة خاصة لو بس زوجتك أي أبا لك انت هم ترى مو ياكم جاسم ولينا احنا شئنا نعرف من زمان واحنا جهال عدنان ولينا جاسم ولينا يقول بيلي على أمي جاسم بس خلنا فهمك اسكت اسكت بس اسكت تقول لك آخ يا مرد جسوم سالتني سلينا مكلبة بهالغرفة هاي ولا كان قاعدة ببيتي خفت حتى خفت اي والله ماما وش خليني احكي متت طقت روحي خليها ديمه هذا يسموه تنفيس براحتك خالتي او جاسم افندي كل ما يطبوا علاك تمدندل بيده ولا يقول هاي اختي وتعبت علي وربتني نسوان يطيحن الرجال من برج خليفه ما يقول اخ يا ماما غير مرته يا اني لعب منو اني شنو مو اني مثل اختي تعبت وربيت وداريت خاله انت ما تعرفين انت شغلب تشغلب شنو ولد تشغلب يعني مال نسوان انت شلون جريتي العم سالم مداك اي والله ولك شنو هالسوالف هاي ليش احنا مثلكم حبنا مثل حبكم ولك احنا من نحب الطهاره ونقاوه وشرف مو مثل حبكم مال هالايام هلا بجسو حبيبي هلا ولينا هلا هلا وجبته اي بس هذا يمكن احلى من قبله فديتك يا روحي كلش كان عاجبني قل ياكلون رجاء ترى جبت لي حذاء هني ومري هني ومري هني ومري بالتسعين انطتها خالتي نسي ما يلحقك اقول لك عيني صدق ذكرتني انت ولك بياصه اني بالخامس بالخامس ام اي صدق انت اصغر من ديما بس ولك شو انت ما تدرس بقده مو ديما سكاكي ام داك ولك سكاكي شنو يعني تقرا هوايه تريد الا 100 هي معدلات السنه الفاتت اللي مطلع 100 زين اذا طلع له ما حد قول انت ما تريد تقرا السنه راحت من ورا كورونا صارت هيك المعدلات بس السنه الجايه من تصير بالسادس شو بنريك الدوام والاسئله شلون راح تصير خلف الله على كورونا خلتهم يطلعون هيك معدلات الله كريم خالته بل كانوا لان شامرنا فيروس لاخ لا يا نذل ولك بيش طالبنا هو احنا ضالبين حين من ورا اللي شفناه شو حروب وحصار واحتلال اهدى الشوف يا اهل يجي يكفخ بينا لا 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 عيني أنا ما أطول أموت اسم الله عليك ماما لا من عمري على عمرك خالتي أصلاً أنت شمعتنا وضوانة فدوة لعيونك الله يحفظك ويعقلك ويخليك خالة من تدعي العالم يستراح خالة من تدعي العالم يستراح والله من يسمعها تدعي
ينطعط له للعذاب. فدوى اروح لك، اندعي لك بالخير والتوفيق يا بعد روحي. ايش مالك يا قبر شايله عن الناس؟ نهار برك. ابدعت امك داشاك ودك. بيش طالبني؟ ايش بيك خالتي؟ وستوك تحكي حلو وتغرت. هسه خلت تعطيني مجال، ايش بيك؟ ما ادري، هو عقلي طفر وتلعثم لساني وجا هذا البيت براسي. بتعرفين الشاعر من يدخل في جوف المعنى راح يروح بالالهام، ومن يروح بالالهام معناها راح يعني للضياع. بس لا افك منه فاضي هسه. موجوع قلبي والتعب بيه من نبوة على روحي انكسر قلبي علي، تعبان وجهي وعيوني قهرتني، الدنيا شلت حالي وبحياتي كرهتني، كرهت الحب ما ريد دمرني، طيباني وادري طيبي وشكلي للحال وبيدي. اوه يا عمو ليش تقاطع استرسالي بالاغنية؟ ايه لا استرسل ابني. سوسو ماكو شيء عمو سالم، هذا حياتي انا بشغلة الحب ابويا ما اعرفه، لا حتى عمي ما اعرفه. عمري سوسو حياتي انت يعني حب بلية طلعة وبمكان هادي وحكي ومسامر حلو وكتف على كتف وايد بايد، ما يسمى حب اصلا، مضيع على الوقت وداحتك. ثم انت لازم تثقين بي لانه اني مو مثل ذول الشباب اللي يومية ويا وحدة شكل. هاي شنو ما تصدقيني؟ زين بيش تردين احلف ليش؟ عمي وداعت عمو سالم، انت اول بنية يحكي وياها بالموبايل. عشان هاي سوسو معقولة ما تثقين؟ زين هم زين عمو سالم يمي راح انطيك اياه وخلي يحكي لك عن اخلاقي. شو الحكي؟ بلي عمو بلي فدوى لقلبك. قول بابا انت مو عمي وانا ابن اخوك. شو الحكي؟ فدوى لعمرك. مر بشدته؟ عمو ما مر بشده، بس اسمعني بلي كلمة كلمتين وفر لي دماغ البنية، لأنه هاي البنية لقطة وما تتفوت. باب أول هاي مو جيبه لقطة ما تتفوت. عمو لقطة. شوف الحكي اللي حكي. هلا بعمي. استلمني صاحبتك؟ لا أختي، غير صاحبتي. عفوا أنا آسف عمو، أنا أعتذر. تفضل. العفو منو ياي؟ هلا عمو ميت هلا، الله يخليك يا أبي. تسلمين. تريديني أحكي لك على أخلاق فرقد؟ مو تدللين تأمرين أمر. بس بالبدايه انت ياهو منهم؟ كنسه. غير غير غير. العفو يعني انت كوكو فوفو لولو ميمي؟ العفو عمو بلي. نسيت عبير خاف غايبه عمو. بلي العفو العفو. تسلمين. ليش ها تريدين تحكين وياه؟ مو انا ما عندي مشكله، انا ترى عندي وقت احكي لك منها يمتى ما تملين. يلا زين العفو العفو يعني اذا عندك وقت اكمل. تريدين تحكين وياه؟ تريد تحكي وياك؟ تحكي وياي؟ بلي. يعني ايش تحكي وياي؟ هو بقى فرقد حتى تحكي وياي؟ لا 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 انا ما اقدر احكي وياه، انا ما اقدر. انت من يم من 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 يمك اليه، بس شنو؟ يعني انا بعيد عن الشغله، اريدك انت فيس تو فيس يعني بالمقابل. عمو بلي. دفضها من قلب قوتشي. بلي. شريط من عندك كون لزق بالقصه. بتي ما اوصيش. يعني انا عندي غير شغلات مهيئه موجوده. تسلمين وياك احكي وياي. الو ها لينجه بعد شيبي هاي. عفوا اسمح لي شد التليفون. شوف يقولون انا والغريب على ابن اخويا ابني. بس اسمح لي انا ابني تعرف اني 30 سنه وين بالبنك المركزي 30 سنه وسمعت الحمد لله اروح من وارجع ومن طلع التقاعد اعطوني هديه مدير العام ساعه تفتهم ابني شنو. ليش تسوي هالشغلات؟ لا تحكي ولا تتجاوز. لا تتجاوز. اسكت. شو تسوي عمو؟ شو تسوي؟ اسكت. ابني سمعت العالم. 30 وحده عندك، 40 وحده عندك، 20 وحده عندك. اقول ليش؟ انا احبش. وانا حقيقه قلت لها لامي وقلت لها لابويا. انت وين قلت لي؟ تكشملون على بنات العالم؟ لكم بنات العالم لعبه. عمو وعمل عمو. خلنا فهمك. احكي. انا ما مسوي شيء. شو مسوي؟ ما مسوي. وسمعتنا. لك كل سمعة عمك. لك ليش؟ على راسي حمو. على راسك. على راسي. ديت على راسك.
انا اعرفك اذا تعرف الحكي. اسكت اسكت، لا تحسب ترى شكل هدومي. بتفهمني بتفهمني احسن فيك عاقل. اسكت من اقول لك احكي احكي يا عم. امي بدون عمرك ما فكرت بالفصل؟ ما فكرت بنات العالم لعبه عندكم انتم؟ لك شنو السالفه؟ عمو يعني تخابرها وتقول الله يساعدك شلون؟ وهي تربط علاقه بنيه بريئه وشريفه وناسكه وتتوقع انت راح تتزوجها، تالي تروح تقلب عليها. ليش؟ وسمعه العالم ابني اسمح لي انا ترى انا قلبي يوجعني. عمو بس 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 اقول لك شغله، قلبي ترى قام يدق. بوم بابا بوم بابا قمت. عمو انت تعرف اني شنو منزلتي هنا بالبيت؟ عمنا وتاج راسنا وعلى راسي. لا كبير كبير امالي انا. اسمح لي اسمح لي اسمح لي. ذات امك ذات امك شنو؟ فخر بنات العالم بنات العالم فخر بنات العالم. وين ابوك؟ خليني اسمع الحكي. ذات امك لا تقول لابوي يا عمو. لا تقول لابوي انك شوف ابوك انا خليني لك طلب. لك خليني لك طلب. اذا هي تربيته هالصياح وين؟ يا هذا منو؟ ها جاي من الغرفه. لك بتصير لا تدمرنا. لا تخالي احكي لي خالي. ولك شو مسوي؟ او ده ابويا كل شيء ما مسوي. ما مسوي شيء. ما مسوي شيء. لك ده ما قصد. ما مسوي شيء. لحظه سالم حوفه ايش بيك؟ خليني عشان بشط بهذا الغيره. سيز هسه غير نعرف شو مسوي. لك هذا السوسو. هي سوسو البزونه مالته يلعب وياها. يا بزونه الاخ. لك سوسو بنيه زعطوطه. سوسو مو زعطوطه. لا سوسو صاكي. لك تدب ولك عمو ديما صعد لغرفتك. صعدي بابا انت صعدي يا بنتي هسه ما تقوليش عندك هنا نشوف دراستك. اقول لك شنو ساكي؟ ها؟ ساكي شنو؟ يعني شلون انتي؟ عزب عزب فضي خاتون ولو ساكاني ما اعرفه بس اكيد حكايه مو حلوه. ولك ساكي شنو؟ خاله يعني مثلك من شفتي بشبابك قنبرين. يا صدق الله تشبهني. وقز القرد شوف هاي البدرانه احنا وين وهاي وين؟ لك شوف فرقت الا علم حكينا انا مره ثانيه بالبيت اكسب احوالك واحوال ابوك. اطلع برا. عمو انا سويت ترى ما سويت شيء غلط. لا بقيت ولا انا حبيت. انا دا احب والحب مو عيب. لا عيب من تضحك على بنات الناس يا سافل. لا والله ان اللي ضحكن عليه اتول طالع على ابو تعلمني بيه. شوف هاي البطرانه تدافع عنه وليش هذا طلع واوي مال بنات وهن دجاجات ويركضن ورا شي يسوون هن عوفن. رجاء ارجوك لا تدافعين عنه هذا هوايه طلعت عينه ومو مؤدب صاير. انا اللي حكي ويا ابوه. امشي اطلع برا امشي. يلا خاله فرقد روح لبيتكم روح. خاله لينا ودعتك هذا صراع عجال. صراع عجال شنو لك؟ غيره وحسد. شلون ولك؟ ابحث تغارون منه. شلون احنا مخلصين حبنا كله دياحات وطلعات وختلات وانتو قضيتوا عيونكم على شبابك بعز البرد؟ عود انت انا الخانم وشوفك واقوى شي رجال بيكم اللي ياخذ منها بوسه من الهواء. احنا البوس انقرض عندنا من زمان. اسكت اسكت لا تسمع ديما. طيح الله حظك وكل جابك على حبنا. حبنا كان عذري وطاهر. قولي له قولي له رجاء قولي له. وكاني مره طالعه من المدرسه وانا اسمع. عمك شوف هذا عمك هذا ايه. صدشمني ضربت بل على حلقه. قلت له شاكته هو يا حسن ما لقيت الا هاي السالفه. شوف هسه بعد قبل لابوك لا اطيح حطك وحط ابوك قبل البيت. يلا امشي يلا يلا بلا لغوه امشي تعال امشي عندكم يلا وانا بعدين اتفاهم ويا ابوك. تعال اطلع. اي بس خليه اخر عمو سالم. تعالك تعال امشي تفضل امشي يلا يلا انا راح اقول وجهي وانت امشي يلا امشي. لا عمو امدحت امك فوق اندرته فوق اندرته. عمر ما دخلت شبعه من الادم. لا ما اسكت اسكت بعد ما اسويها امدح بعد ما اسويها امدحها. لو ناطيق اندرته خطيه. اندرته وين صارت؟ سهله وين راح؟ جيبوا لي مي. القندره لك ابن القندره ترى يا ناموسز يا غيره سز. سهله ليش ما اشوف ابوك؟ لك معقوله هذا هيجي؟ لو راح يطلع على الطريق راح يطلع. اقول لك سالم صدق رجاء ضربتك على حلقك؟ هو مو سوتش سوتش هاي اللي ما تعرف تحكي. لكم ما تقولوا لي شنو الموضوع شجاكم؟ بابا احنا كنا صغار وبعدنا بالمتوسطه واحنا شايفين كل شيء ما شايفين وتورطنا وصار اللي صار ولزقت هي. لعد انا ليش دارد اتزوج شقراء فارهه غير منظمي؟ تكتلون نفسكم على الشقراء. وهي الحنطاوية
كل الحلبيه. بابا ما نريدكم عوفونا، يعني بيش تطلبونا؟ حتى احنا نريد نغير خومت يعني. الله اكبر، متغير منو لازمك عيني؟ بس ها من تروح للخطابه اخذ لك عكازه وياك حتى تتوجه عليها. ليش اتوجه على عكازه؟ ايش قال لك يا ابا؟ ما اعرف امشي لو بعدني مو بحالي، خاف عبالي شايف. لا عيني، عمرك 15 سنه ولا كان بالتقديم بطولك. غير من الزواج يعني بعد نتغير؟ هسه شو تريد؟ منو يا شتي؟ رجاء انت هم ما ادري شلونك، معقوله صدقتي بي؟ ها شنو؟ جاسم يعني شنو انا كذاب؟ لا لا مو قصدي، قصدي انت تتشاقى وياها. هي اكيد تتشاقى وياها، ليش هو سالم ما الزواج؟ شنو شنو؟ ها عيدي السؤال، ايش قلتي ايش قلتي؟ مو قصدي والله مو قصدي. معقول يعني؟ والله ما حكيت الا صدق يا لينا. ابو ايهم ترى لينا ما تقصد هذا الحكي. ليش يا ابا ايش قال لك علي؟ مريض بعدني مو بحيلي لو بيا لولا. لا لا مو قصدي، اسف اعتذر منك، بس قصدي رجاء وين تلقى مثل هيك؟ يلقى يلقى عيني يلقى، بس قولي لي منين تلقى فلوس للعريس للمهر للكوشة اللي يحلم بيها؟ اخذ قروض من البنك لين اني موظف قديم، والمدراء الموجودين بالبنك كلهم اصدقائي ويشوفون سالم كرومي وجاي على قرض، عفوا غير يشيلون قوان يعطوني. شايف كل الخير، ترى انت والله تعبتنا. احنا نروح لغرفتنا. روحوا الله وياكم، روحوا روحوا روحوا، خلوني بدردي خلوني بدردي. بابا ايش بيه فرقد؟ تركي هذا الموضوع اللي ما قالش بيه خبزه. حبيبتي ديما تبش دراستك، انت حبيبتي وانا كلش احبك بابا، انت الوحيده اللي بقلبي. صحيح اني رايد لك اخوان غير ايهم الله يجيبها بالسلامه، بس هاي قسمتنا بنتي. شو تسوي العلانه؟ ليش داريد اتزوج 30 جاده على مدة ترسي البيت ولد؟ ديما ماما انا اشوف لو تروحين لغرفتك تدرسين احسن من هاي القعده اللي ما بيها خبزه. ديما بابا منين تجي الخبزة وتتم وتتم من الجوع؟ ديما ماما وتخلي الثلاثينية تطبخ لكم. ديما بابا الثلاثينية ما وكلها أكل بيت إلا مطاعم فاخرة وعلى المنيو. ديما ماما أكل المطاعم والمنيو يراد لك كوم فلوس، فلوس التقاعد ما تكفي. ديما بابا مجلس النواب راح يشرع قانون من الزواج من الثلاثينيات وراح يعطي قرض، وذاك الوقت تلعب بالفلوس لعب. وهو مجلس النواب عايف القرارات اللي تهم الشعب ورايح على الثلاثينية قرة عيني. اي والله تحكيني وياه؟ لا ويا ديما. عبالي وياي ديما بابا، انا كلي جوعان. تحكي وياي؟ اي بابا وياك احكي، لا وياي ما احكي. عبالي مثل قبل هم. لا بابا وياك انا جوعان. كوني غزر وياي؟ لا مو وياك. قومي ديما صبي لأبوج غدا. هيك صارت رجاء؟ اي ترى اني تعبت، كل من يحير بروحه، قل لبنتك قل لمرت اخوك الانفه يصب لك غدا، روح ببيوت خوانك تغدى يمهم، لعد واحد كوما شناين المن جايبهن. يصير خير، كل الخير ان شاء الله. اشو ولد غارين علي؟ ولكن انا رجليك. رجلي علي شغار عليك؟ الغيرة عمي راح وقتها. هيجي لعد بهذا العمر وتريدني أغار عليك؟ ما أقول شي، يصير خير. شوف الخير الخابص نبي. يصير خير. أروح لغرفتي ولا هذا الخير اللي يطافر علي؟ روحين لغرفتك. أي وش عندي باقي هنا؟ يصير خير. يبوه شي فضا وياك. يصير خير. ويصير خير وشنو يعني؟ موتتنا ذبحتنا، خير وخير وين الخير؟ يصير خير. أم داني والله هذا فرقد الزعطوط صاير واوي مال بنات، واني أول ما شفت لينا تا
تيت حتى حلقي. زين هذا شكرانين ومصادق هالقد بنات، لا عاد ايش بي اني ايش ناقصني؟ اه جسو شو اشوفك تحكي وين نفسك؟ اه لا اقول هذا ناظم الله يساعده ايش راح يسوي بي سالم؟ ترى سالم كبر الموضوع مو هيك. طبعا يكبره، شلون ما يكبره؟ هذا ولد مو مؤدب ولازم يتأدب. ما ادري عليه من طالع. اشو احنا ما صادقنا بنات. كانت البنات تحرش بينا ندنق من الخجل. الله 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 الله. من النذن اللي تحارشين عيني؟ بنات الطرف، بنات المدارس. هسه هذا مو موضوعنا، موضوعنا فرقد لازم ينبسط. لا 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 ينبسط شنو؟ مو بالضرب. بعدين الولد تلزموه بهدوء تسولفون وياه ويتعلم. انت شايفه لسانه شلون؟ هذا لو ابني كان شبه بسط. ما سوينا شيء. جاسم الشباب محتاجين احد يتفاهم وياهم بهدوء ينورهم، محتاجين احد يتعامل وياهم بطرق خاصه. الشاب مر بتجارب جدا قاسيه نتيجه وضع البلد، واحنا للاسف لا ننسى معاناتهم وحقوقهم اللي ابسط شيء يتمتع بيها دول الجوار هو محروم منها. تدرين لينا فعلا احنا ناسين هذا الموضوع. وين دي يلقاهن ذني؟ بالفيس بالانستغرام؟ حبيبي دا تحكي وياي؟ لا دا اقول الله يطيح حظك فرقد. وحظي. استريحي لين عندي حقيقتين تشمح شاي وياك. استريحي استريحي وادري بيك انتي عاقله وناضجه وانتي طالحة على أبوك لأن تربيتي أنا اللي مربيك، هو مو مثل أمك اللي ما أعرف شو غيرها. مع العلم هي قبل كانت كل زينة بس ما أعرف يعني يجوز ضيم السنين اللي غير يعني أحوالها، ما أعرف ما أعرف. أكيد بابا، وهي هم الله يساعدها ولازم تنطيها الحق. يعني على حكيكم هذا أول ما تزوجتوا تحملت مسؤولية البيت ومسؤولية عائلة كبيرة، مسؤولية عمامي ومدارسهم واحتياجاتهم، يعني لازم تنطيها الحق، مو تروح تقولها راح اتزوج عليك. ديما بابا ليش انت ما تعرفين ابوك؟ شقه انا دا اشاقه وياها ليش هو صدوق؟ يابا حتى لو شقه، المرة كل شيء تتحمل بالشقه الا هالحكايه. في دول عمر شابت ليش انت شنو؟ فيلسوفه؟ يعني ما تقول يعني هاي طالب اعداديه تقول عبالك فيلسوفه؟ اويلي على عمري اويلي. وانت يابا همين حقك. بعز رجولتك وقوتك طلعوك تقاعد. اي والله يا بنتي، اي والله يا بابا. قبل ما كنت متواجد هواي بالبيت، تجي تعبان وتنام من الوقت. صدقني بابا هواي شغلات كنا ما نشغلك بيها. اني وماما وعمامي كنا نقول هو بيا حال ونجي احنا نزعجه. الله الله صدق هالحلق اللي لقيت عسل يا بنتي. يا با فعلا انا كنت قبل بنتي من اجي يعني واشوف وش التعب كله تيروها، حتى انت من كنت جاهله يعني كنت مثل الفراشه من توكرين على شغله ما تخلين اثر، خو مو ذل امك يقول عبالك بقايه. اسكت 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 رجاء راح تتخبل، مصدقه سالم يريد يتزوج عليها. لين الخاطر الله، اقعدي لشوف وتسوي لنا مشكله. وانت شنو خايف منها؟ انا طبعا اخاف منها. هاي شنو صدق تحكي؟ رجاء مو زوجة اخ بالنسبه لنا. رجاء امنا واختنا، لو تعرفين ايش قد تعبت على تربيتنا. صحيح احنا عمارنا متقاربه، بس كان اذا واحد يتمرض من عندنا تظل قاعده مراسه للصبح. اي ما يهم، بس هسه انت خلاص تزوجت، وبصراحه اني يعني حتى اخوك سالم من يرزل كان ينغث. ليش تنغثين يا ابي؟ يعني شنو؟ مره وتشوف رجلها يترزل من اخوه، ما تنغث؟ لا شلون ما انغث؟ اي انت ما ادري شلون متحمل. اتحمل واني الممنون. انت تعرفين شنو معنى؟ واحد عمره 15 سنة يبطل المدرسة وهو شاطر ويشتغل ليل ونهار حتى يعيش اخوته اليتامى. تخرجنا توظفنا وتزوجنا وكل هذا وبعده يهم بينا. انت كل زين تعرفين تزوج رجاء عن حب، بس تزوجها حتى يجيب لنا ام واخت تساعده بتربيتنا. هذا سالم يالينا اخويا وأبويا وكل شيء اللي بالدنيا. فالأريدة منك بنتي تنتبهين لدراستك وما تنتبهين لمشاكل البيت، لأنه حقيقة أنا صار عندي فراغ بعد ما طلعت تقاعد قمت أتدخل بالزغل والكبيرة. يصدق ليش تضحكين؟ شوفي أقعد نص الليل أشوف القلوبات مشتغلة أطفيها، أروح للحديقة أفتح الماي وأرش الحديقة، أطلع برا أشوف الواحد من دول الجوانين يجيب لي صمون، إذا ما أكون أنا راح أجيب صمون، يعني حرك رجليه وشوفيني اتدخل بالذخيره والكبيره في البيت. هذا المتقعد وين يروح يا بنتي؟ فاللي يريده من عندك تنتبهين لدراستك فقط لا غير.
خوش. هسه تعال ليش خايف؟ قل له بسطته وهاهي. ليش انا عفته؟ ما هو انت تموت. باجي قرمة تقرم بالتوثية وانا شعبطت عليه الشوط. هي قلناها هيك يا ناظم. لا عاد جاسم يخابرني يقول لي ابنك تلاسن ويا عمه وتريدين اعوفه؟ سد الموضوع يا جسال. ابو يهم الله يساعدك. عقال ناظم. بلي بلي سالم. اذا اقوم هسه قرمك بطيشون سنونك هم تفك حلقك؟ طبعا لا. واذا اقوم هسه وطف عينك عندك اعتراض؟ اكيد لا. واذا هسه شنو ولد؟ رجفت للولد قول له شو تريد من عنده وفضها. رجاء خلينا ادب اخويا السافل المنحط المتخاذل. باجي اخوهم الكبير ويطيح حظهم. هاي قبل من كانوا صغار مو هسه لما كبروا والزوجه وصار عندهم اولاد. رجاء تشف شري هسه ترى عم تديدي عليك. ما تقدر ماما. إيش ماما ما سمعي ردي مديدة علي. لا عاد خبيحة خبيحة حتى تعرفين مرة ثانية تلزمين لسانك وإذا ما تجوزين أكررها. جاسم أنت لازم تتدخل. سالم ضرب ناظم. شش تدخل أنت شايف العجل مال سالم؟ عجل شنو؟ أوه أترجم ليش؟ راجدي راجدي. إي بس ما يصير شلون تعوف أخوك بهيج موقف؟ وعوفك هم حقك. ما تعرفين سالم اذا صار عصبي ما حد يقدر يوقف ببوكه حتى لو يصير عمرنا 80 سنه. هي هيك قالوها على كيفك وياه. هو سوى رجاء خلينا لابو اخوتي. تربي اخوتك بالضرب وهم بطولك؟ حتى لو اطول من عندي اربيهم. جاسم قل لي شو تريد وانا بخدمتك بس لا تزعل عليه. انا ولك تالي عمري زعطوط من زعاطيطك يتلاسل وياي؟ اقص لسانه. وين لسانه؟ جيبه. يا مال سالم وليدي وهسه انت شنو واقف على حلقه؟ عود يقول لك أدبه شو تريد عيني يقص لسانه صدق ويجيب لك يا؟ وش ابنه يتعنتك علي؟ وانت منو يقدر يتعنتك عليك؟ انت ابو ايهم الهيبه. لينا لا تتدخلي. لينا لا تتعال. شنو ما اتدخل؟ انا فرد من هذا البيت ولازم اتدخل. ها بابا ايش عندك؟ ابو ايهم ارجوك هذا مو اسلوب تتعامل بيه ويا اخوك. لينا جاسم وخذ هالمرتك لغرفتكم لا سوي اللي بليه. يلا مشي لغرفتنا. جاسم ارجوك سالم مثل اخويا ومن حقه عليه يعطيني مبرر واحد التصرفات ويا ناظم. اقولكم انا كل شيء ما افتهمت. هي قاعده تحكي وياي؟ اي سالم قاعد تحكي وياك. لينا قصدها ايش انت؟ هي بدك تحكي؟ احكي بابا احكي شنو قصدك؟ ابو ايهم خلاصه القول؟ ايه شنو خلاصه القول؟ يعني بقى. يعني معنى الحكي. ايه احكيني شنو معنى الحكي؟ انا اللي اريد اقوله عمره الضرب ما جاب نتيجه. كل زين يعني هسه انت تريد تفهمين وتعلميني شلون اربي اخوتي؟ اي والله فهميني شلون؟ بالتفاهم والنقاش. ما شاء الله بالتفاهم والنقاش. جلسوا. بلي اخذ مرتك وروح لغرفتك. نمشي معود. نمشي ايش عليك جدي؟ سالم تريد الصدق؟ البنيه ما حكت غير الصدق. اي حكيها كلش حلو. مو حلو؟ انت بكيفك شو تشوف انت احنا قابلين. ولك هسه الا تحكي عندك كافي. انا على هاي السالفه يمكن اطلب لجوء. ليش يا ستار؟ لان بهذا البيت ما بقى الاحترام. لا سالم انت اخونا الكبير وتاج راسنا واللي تريده يصير له على قصر قابنا. ابو ايهم احنا من غيرك انتي. ابو ايهم ترى اخوتك احسن اخوه ومتعوب عليهم والناس تحلف بروسهم. وانا هسه اجيب لك فرقد اخليه يبوس رجلك وهو ترى كلش متندم وما يتقهر. حتى غدا ما تغدى زعطوط وغلط فدول قلبك ابو ايهم سامحه. ليش هو سالم يشيل بقلبه وداعتكم وساعتها ينسى. فرقد لك فرقد تعال وقع على عمك. الو منو؟ سوسو منو؟ ها
صديقة فرقت. هو طاش تليفوني؟ ايه. شنو المطلوب؟ اسامحه؟ ايه سهل سهل، راح اسامحه واسامح امه وابوه وتدللين وان شاء الله يصير خير. هلا هلا تعبت. فتحنا حبيبي. انا ما اقدر لانه ما سيطر هيك بهذا. يعني انتم ما تقولوا يا ماكو شي احلى من الزواج، استقرار حب وحنان، ما بلا مشاكل لا عركات وكلاوات، كلش امان. عيش احلى قصة حب وسلام واحترام وانسجام، بيها تحس بنفسك مثل الطير وطاير فوق بين الحمام. وتاليك تنصدم بواقع مو سهل، تعض صلالة دم مع العالة القبيل. اي مرتك مشكلة الجنة تخفضت، اي راحت جمع اخوك كل ساعة اشتكى. حسبالي التقاعد يغير هذا حالي، بتاليها انا اطبخ واغسل مسوالي. تهموني على اي شغله يلوموني، شويه نفس خلوني مو مليت من البيت. لازم ما اطلع ما اتسوق واتبضع، بالبيت اقعد واتربع نوبه ما كنت ارنيت. والله اني ورده وعاجبني برا اتغدى، ما اصرخ بس الفرده بس خل اطلع يا ناس. بالمنصوره اسهر وبالكراده شوي نفطر، والفرحه كلش تكبر لو نمشي بابو نواس. صافة إذا صارت بدوني قولوا